أقدم نصيحة لكل بيت على أرض الكويت الحبيبة بالاستفادة بقدر الإمكان من الدورات المتاحة الفنية طوارئ الطبية، لأن يمكن يكون هو سبب لإنقاذ حياة قريب له. فأنصحهم، إحنا الحين قاعد نقدم كل منطقة تقريبا مركز تدريب، يسارعون بالتسجيل ويستفيدون ويفيدون العالم اللي وراها، لأن الكل محتاج الدورات الأساسية الحين التي قاعد تقدم دورات التدريب. وعساك مع القوة، شارك جهودك عم أبو أحمد. برنامج التطوير المهني المستمر والعلمي التعليمي المستمر كان اليوم وقفة. هذه الوقفة تم خلالها تكريم أكثر من 100 فني وفنية طوارئ. نقول لهم شكرا على الجهد المبذول خلال شهر أكتوبر. شهر أكتوبر هو شهر الانعاش القلبي باليد. من خلاله كان هناك منصات وزعت على 6 مجمعات تجارية بالأفينيوز، بالبوليفارد، بالبروميناد، بال 360، بسلي الجهرة، بالإضافة إلى سوق المباركية. استفاد منها حوالي 3500 شخص على مدار 11 يوم و160 ساعة عمل. هذه الأرقام تتكلم ويعني تحاكي قلوبنا وعقولنا من أنه هذه ضريبة نؤديها باعتزاز وبشغف وبكثير من الرضا للمجتمع، لهذا المجتمع وكويت المحبة والسلام تستحق منا كثير. هامش التحرك عندنا مو فقط في الاستجابة للبلاغات الطارئة العاجلة والآجلة، طارئة وغير الطارئة، مو فقط في الاندماج في خطط الطوارئ للتعامل مع الحادث الكبير مرة والحرائق ربما ومخاطر أسلحة الدمار الشامل بين الحرب والسلم مرة أخرى، ولكن أيضا من خلال التطوير المهني المستمر. احنا اليوم نفخر أن في مبادرتنا مسعف في كل بيت تجاوزنا بعدد المستفيدين أكثر من 10,000. نفخر بأن اليوم سمعنا رقم منذ إنشاء مركز التدريب في مبارك الكبير تجاوز عدد المستفيدين 5,500. نفخر كذلك من جانب آخر أن هناك وعي في المجتمع ازداد كما ونوعا، ومستوى التوقعات زادت، والطلبات لإجراء دورات إسعاف أولي كذلك في ازدياد. نفخر بأن كل إذا ما كان جل من زارنا في المعارض كان يحرص على مزيد من الدورات اللي ما تقف عند دقائق في المعرض، ولكن تتعدى ذلك إلى يوم يومين ربما أسبوع لاكتساب هذه المهارة. شعار مثل مسعف في كل بيت، مسعف في كل مسجد، مسعف في كل وردية، مسعف في كل مدرسة، مسعف في كل حي، مسعف في كل مكان يخطر على البال. الآن حنا داخلين في المخيمات وموسم البر، هذه كلها نريد أن ثقافة أنه تطفو على السطح وتتحول من معلومة إلى معتقد ثم إلى سلوك صحي إيجابي. أختم فأقول شخصيا كمدير إدارة الطوارئ الطبية فخور بزملائي إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي في الجهد اللي قاعد يقدمونه فيه، وعندما أرى الفرحة في عيونهم بعد كل نشاط من هذه الأنشطة، عندما أحاكي وأتواصل مع الجمهور المستفيد لابد أن أتذكر كلمة شكر للرعاة اللي جعلوا من هذه الفكرة شيء ممكن. كذلك ناخذ في عين الاعتبار الجانب الآخر اللي هو أنه هم في دعمهم لهذا الموضوع خلقوا من فكرة إلى أنها تصير واقع نعتز فيه، وأن ما تكون آخر نشاط لكن هي في ضمن سلسلة من الأنشطة ذات استمرارية وديمومة واستدامة لصالح المجتمع. عبد الله سند، مراقب الأسعاف. أتقدم بالشكر الجزيل لأبنائنا وبناتنا من منتسبي إدارة الطوارئ الطبية في اليوم اللي هو باحتفاليتنا لإنعاش القلب الرئوي، وننصح إن شاء الله بإذن الله بتكثيف هذه الدورات لنشر الوعي المجتمعي، ويعطيكم العافية.
حق مرضى السكر يفضل أنه تتناول وجبتك الرئيسية على طول بعد جرعة الأنسولين إذا خذيتها. وإذا في حال صار عندنا حالة هبوط سكر والمريض في حالة إغماء، يفضل أنه ما نتدخل بوضع أي شيء داخل فم المصاب، بل نطلب الإسعاف ونحط المريض على وضعية الإفاقة.